نعم، هذه الوقفة قد دعا لها عدد من طلبة الجامعات في العاصمة بغداد. نظمت هذه الوقفة اليوم تضامنا مع قطاع غزة وما يشهده من عدوان إسرائيلي لشجب هذا العدوان. هذه الدعوة تمت الدعوة إليها يوم أمس مساء من عدد من الجامعات العراقية، خاصة بأنه نحن نتحدث يعني وقفات عديدة منذ الأيام السابقة كانت متضامنة مع غزة، شرائح مجتمعية مختلفة في العراق، لكن ربما هناك طابع خاص لهذه الوقفات الطلابية على اعتبار بأن العراق في تاريخه ثمة كثير من الوقفات الطلابية التي نظمها على مدى عقود من الزمن بخصوص القضايا المفصلية، سواء كانت العربية أو حتى القضايا السياسية في العراق. يعني هذا هو الحدث بهذه التظاهرة وهذا التضامن. أيضا هناك يعني ربما في مستجدات أخرى يعني في العراق، يعني أبرزها ربما هو استهداف القواعد الأمريكية، يعني أكثر ربما من 15 استهدافا للقواعد الأمريكية في شمال وغرب وحتى في العاصمة بغداد. أولى الاستهدافات كانت هي في قاعدة فيكتوريا في العاصمة بغداد. هذه الأمور أيضا كانت هناك تبعات عليها باعتبار بأنه السفارة الأمريكية أبلغت موظفيها بإخلاء الموظفين. أيضا هناك يعني تقليص لعدد من القواعد كما تتحدث مصادر يعني من داخل هذه القواعد التي تستضيف قوات أمريكية. ربما يعني هذه الاستهدافات المتكررة من فصائل مسلحة لقواعد أمريكية، حتى أنها كانت الاستهدافات تنطلق من العراق ليس فقط بالقواعد العراقية، هناك استهداف يعني كان من العراق وما زال يعني عدة استهدافات لقواعد أمريكية في سوريا. أيضا ربما بالمستجد السياسي المهم ربما هو مطالبة زعيم التيار الصدري بإغلاق السفارة الأمريكية. هذا الأمر وفقا لمراقبين قد يضع الحكومة بحرج على اعتبار بأن الحكومة هي لديها موقف يعني أثبتت بموقفها متضامنة مع فلسطين وشاجبة للعدوان الإسرائيلي، لكن ربما سوف يضعها بالحسابات السياسية ببعض الحرج أمام الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ما كانت هناك يعني وقفات احتجاجية قد تحاول الولوج أو الوصول إلى السفارة الأمريكية، على اعتبار بأنه زعيم التيار الصدري قد أمهل الحكومة بأن تكون هناك موقف حكومي وأيضا موقف برلماني لإغلاق السفارة الأمريكية، وأمهلها ببضعة أيام، وربما في الأيام المقبلة سوف تكون هناك مستجدات أخرى.